بالنسبة للمنصة التطبيقية، هي واحد البرنامج ولا واحد الخدمة اللي كيقدمها برنامج مبادرة المثمر الفلاح، من أجل أنه يعرف يشوف شنو هما لي زيطاب وشنو هما الحوايج اللي كيداروا عقلانيين باش أنه يزيد من المردودية ديالو والإنتاجية ديالو بارابول. هذا العام الحمد لله استطعنا أننا نديروا 971 منصة تطبيقية على عند 110 ديال الجامعات في على 23 إقليم، واستفدوا منها 300 فلاح. استطعنا في هذه المنصة التطبيقية، في هذه المنصة اللي كندوي دابا فيها، أننا نوصلوا الخمسة طون في الإنتاجية، إلى جانب الشاهد اللي كان خدام فيه الفلاح هو 3.3 تقريبا، ما يقارب 31% تقريبا ديال الإنتاجية اللي تزات. وهذا في هذه الظرفية دابا اللي حنا فيها راه مزيانة، حيت تبالي روندمون ديال المنطقة عندك دو روندمون، كتلقى عندك روندمون موين تقريبا في ليريغي، حيت كنهضروا على ليريغي، هو واحد في الناسيونال واحد طون في الهكتار هو اللي كاين. حنايا راه كنتجاوزوا داك واحد هكتار، كتلقى كتوصل 3 طون الى اخره. علاش؟ حيت كتخدم بواحد المنهج اللي كما قلت لك علمي، وهذا راه غادي يزيدك في المردوديه ديالك من عام لعام. مونيك بوعلال، فلاح بجامعه الواد خضر، دائره السريس نجا، اقليم قلعه الساغنة. انا كفلاح في هذه المنطقه نعاود لكم التجربه ديالي مع البرنامج المثمر اللي كانوا كيديروا عندنا التجارب، منصه تجريبيه. من قبل كنا كنشهدوا واحد اول حاجه ديك الظاهره ديال المعاومه، ديال عام كيعطيك وعام ما كيعطيكش. دابا ملي بدينا في المنصه التجريبيه كنت خدينا كياخذوا معنا تحاليل ديال التربه، بدينا كنديروا معهم لانغري، كيعطيونا كيديروا مع الشاهد، هو كيعطيك كتعطيه واحد القطاع كيدير لك فيه التجربه، وكتخلي انت داكشي ديالك القطاع ولا شنو وكدير فيه التجربه. دابا خمسة سنين اللي فايته بداو كيديروا معنا التجربه. هو بحال هذا العام اللي كان الزيتون في المنطقه كلها ناقص بزاف، القطار اللي درنا فيه التجربه عطانا تقريبا غيكون قرب يوصل لخمسة طون، واللي ما درناش فيه التجربه كان شي 3 طون، ما كاملش 3 طون هكذاك. يعني الشاهد هو هذا، واخا هذا العام كان العوامل الجفاف ديال المهم، كاين اللي كيساقي كاع وما عندوش الماء، ما عندوش الزيتون، ما جاش عنده الزيتون، وهذا هو الميزة ديال البلاتفورم. كان الفرق كبير بزاف، فرق شاسع. قبل كيف قلت لك في الأول، كيف لا لا في الأول كانت أول شيء هو الظاهرة ديال المعاومة، عام كيعطيك وعام ما كيعطيكش. فاش بدينا كنديروا التجارب راه عام دابا وليت كتنقص بواحد 60% ديك الظاهرة ديال المعاومة، يعني راه فرق كبير. بحال هذا العام كيف قلت لك، نعاود نقول لك عاوتاني، هذا العام كانت 5 طون فاش القطار اللي درنا فيه التجربة، والقطار اللي ما درناش فيه التجربه كانت فيها غير 3 طون، ما كاملش 3 طون. هذا هو الشاهد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.